أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في بعض التفاسير أن المقصود بقوله تعالى ثلة من الآخرين أهل السودان، فما صحة هذا القول؟ ما عليك، أنا ما قلت هالكلام أنهم أهل السودان. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول وهل السودان هم الآخرين؟ هل السودان هم الآخرين يعني توهم صايرين ولا من قبل؟ ما أدري عن هالكلام. نعم.